وللحديث عن التطورات في سوريا مع إحياء السوريين للذكرى 12 للثورة واستمرار المطالبات بإسقاط النظام، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الباحث في مركز جسور للدراسات وائل عنوان. حياكم الله أستاذ وائل. تحياتي لكم. أهلا بك أستاذ وائل. بداية، ما الذي يعني هذا التفويض الذي أعطاه رأس النظام السوري للقوات الروسية بزيادة أعدادها وقواعدها ومدة بقائها أيضا في سوريا تزامنا مع الذكرى 12 لانطلاق الثورة السورية؟ نعم، صراحة روسيا لا تحتاج إلى التفويض من بشار الأسد، وبشار الأسد أساسا لا يملك أن يمنع روسيا عن أن تكون هي صاحبة القرار الأعلى في الشأن السياسي، في الشأن العسكري الميداني، طبعا بالتنسيق ما بين روسيا وإيران، نتكلم عن الشأن الميداني بالتحديد، في الشأن الأمني وفي الجوانب الاقتصادية. روسيا اليوم بهذا الاستدعاء الجديد لبشار الأسد توصل رسالة، هي ليست بحاجة إلى تفويض، توصل رسالة استعراض أمام الغرب عموما وأمام الدور الصيني الجديد الذي بدأ واضحا في الوساطة ما بين السعودية وإيران، أن روسيا موجودة وأن سوريا لروسيا، ومن يريد التحدث مع النظام أو من يريد شيء من سوريا، وسوريا لها أهمية كبيرة جيوسياسيا، فيتكلم مع روسيا، روسيا هي صاحبة القرار. طبعا هذا سيفتك بالنظام مجددا، سيضر النظام، خاصة أن اليوم الوضع في قمة الاستقطاب الغربي الروسي بعد الحرب الأوكرانية، بعد عام على الحرب الأوكرانية، لكن نظام الأسد لا يمتلك، وسابقا كذلك بمواقفه نظام الأسد لم يمتلك الخيار أمام الأوامر أو التوجيهات الروسية بإعلان اصطفافه الكامل وإعلان تبعيته لروسيا. اليوم بوتين نعم يحتفل ببروتوكول وإن كان بحده الأدنى في استقبال رئيس النظام السوري، لكن هو يعامله كما يعامل باقي الدول الوظيفية التابعة لروسيا، وهي معزولة دوليا ومنبوذة دوليا، وعلاقتها بروسيا تزيدها عزلة، في حين أن هناك رسائل أيضا لخلط الأوراق تستخدمها روسيا مع الكثير من التعقيدات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط. نعم، هذه الرسالة التي ذكرتها والتي يعني كان يهدف منها كما ذكرت بوتين إلى إيصال رسالة بأن يعني فك الأزمة السورية لديه، تبدو ليست بجديدة، ولكن هنا السؤال عن موقف بشار الأسد الذي أكده على ضرورة أو على تأكيده دعمه لموسكو في حربها على أوكرانيا، بالمقابل ما هو الموقف الأمريكي؟ هل سترضى أمريكا بوجود نظام يدعم إيران وروسيا في حرب يعني حشدت لها كل القوات، حرب أوكرانيا؟ نعم، ربما الموقف الأمريكي في سوريا هو من أكثر المواقف استقرارا حتى الآن. أمريكا واضحة، كانت واضحة منذ السنوات الأولى للثورة، اليوم أمريكا واضحة تماما، لا تطبيع مع النظام، لا فك للعقوبات ولا تخفيف للعقوبات ولا إعادة إعمار. هناك شروط على النظام، الاستجابة لتغيير السلوك سواء داخل سوريا أو بالنسبة لدول الجوار، موضوع المصالح الغربية والمصالح الأمريكية، وموضوع الانخراط الجاد في العملية السياسية والانتقال الديمقراطي. لكن النظام على العكس تماما، بدل الاستجابة للمطالب الأمريكية أو الشروط الأمريكية لتغيير سلوكه، يزداد بالارتباط بالمحور الروسي ويغرق في موضوع أوكرانيا الآن. من جانب آخر بموضوع إيران والميليشيات الإيرانية وانتشارها ونفوذها الميداني، وهنا أنا أذهب إلى أن إيران وروسيا في سوريا، نعم هناك بعض التنافس لكن خاصة عن الموارد الاقتصادية الضئيلة والمحدودة، لكن هناك دور مكمل، لا تستغني إيران عن الغطاء السياسي الروسي في سوريا، كما لا تستغني روسيا عن الوجود الميداني لإيران على الأرض. هنا النظام السوري غارق تماما بين هذين المحورين المتحالفين المنبوذان من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية
وربما هناك الآن يلوح في الأفق موضوع توجيه ضربة إسرائيلية مثلا إلى إيران أو تكون في سوريا. كل هذه التعقيدات طيب يدفع ثمنها الشعب السوري للأسف، كيف يعني السوريون القابعون في مناطق النظام. كيف يمكن فهم المعادلة؟ يعني ذكرت أن الولايات المتحدة موقفها ثابت بعدم التطبيع مع نظام الأسد، بالتزامن هناك هرولة إن صح التعبير من قبل عدة دول للتطبيع مع هذا النظام. هناك دول هي ضمن المحور الإيراني، أو هناك دول هي ضمن المحور الروسي، لا تكترث كثيرا بالموقف الغربي عموما، مصالحها تتقاطع مع المصالح الإيرانية أو الروسية. هذه الدول منها دول عربية، ومؤخرا شاهدنا مثلا تونس، النظام في تونس يعلن بضرورة أن يكون هناك تطبيع كامل في العلاقات مع النظام السوري ضمن التموضع التونسي الخارجي. لكن إلى الآن معظم الدول التي هي أكثر توازنا في العلاقات الخارجية أو التي هي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم على خطوات جادة في التطبيع أو في فك عزلة النظام، وشاهدنا أن معظم الدول رافضة حتى الآن لإعادة النظام لجامعة الدول العربية. لا يكترث بحلفاء النظام أساسا أو حلفاء روسيا وإيران، يعني اليوم مثلا الحكومة العراقية أو لبنان يسيطر عليها بشكل أو بآخر، توازنات داخلية تابعة لإيران أو متعاطفة أيضا مع روسيا بشكل أو بآخر. لكن بشكل رئيسي الدول ذات النفوذ وذات التأثير الكبير، المملكة العربية السعودية، قطر، وحتى الإمارات، مصر، كل هذه الدول، والأردن طبعا كدول إقليمية مهمة بالنسبة لسوريا، تركيا، وإن كنا وسعنا الحديث إلى خارج نطاق الدول العربية، ملتزمون بالموقف الدولي إن صحت التسمية، أو لنقل بالموقف الغربي. وشاهدتم اللاءات الثلاثة التي أكدتها دول أوروبا، وهي ضمن أيضا الموقف الأمريكي، لا يوجد تطبيع. حتى مثلا المسار الجديد الذي ترعاه روسيا للعلاقات السياسية ما بين تركيا والنظام، تلتزم، وصرحت تركيا أنها تلتزم فيه بالمسار السياسي الدولي، وتلتزم بالقرار 1254. وهناك شكرا. جملة كبيرة جدا من التعقيدات ربما لا تجعل هذا المسار يسير بمرونة أو ينتج في الوقت القريب أي شيء. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول، الباحث في مركز جسور للدراسات والعلوان، شكرا جزيلا لك.